اهلا بحضراتكم. خلونا نروح على السريع جدا نتابع اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بفرقه المختلفه وفروعه المختلفه مع زميلتنا العزيزه منى ابراهيم الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا منى، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من المقر الرئيسي للنادي الاهلي فرع الجزيره وخاصه او تحديدا ملعب مختار التتش، النهارده اللي بيشهد اخر مباراه او اخر تمرين قبل مباراه القمه ان شاء الله الجمعه المقبله. التدريب النهارده الساعه 4 العصر بقياده طبعا مستر بيتسو موسيماني. امبارح كان في بروفه القمه امام نادي المرج، المباراه انتهت، كانت مباراه وديه انتهت بهدفين مقابل هدف، احرز الهدفين كابتن محمود كهربا وحسام حسن. كابتن او مستر بيتسو موسيماني كان حابب ان هو يتاكد او يطمن على عناصر الفريق كلها اللي كلها ان شاء الله تكون جاهزه لمباراه القمه ويكون ان شاء الله فوز مستحق. مع انتهاء التدريب هنا في مختار التتش هيبتدي تدريب طبعا أصحاب العلامة الكاملة بقيادة مستر أوجستي بوش كرة السلة الرجال. طبعا تدريبهم النهاردة الساعة 6 مساء، ده استعدادا طبعا لمباراة الاتصالات الجمعة المقبلة ضمن منافسات الدوري المرتبط. المباراة هتبقى الساعة 6 يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله. اللي هينضم النهارده للتدريب عمر طارق، طبعا كان الاسبوع اللي فات اصيب بسبرين انكل، الطبيب الفريق كان قال ان هو يحتاج من خمس ايام لاسبوع علشان يبقى تعافى بشكل نهائي ويقدر ينضم لتدريباته الجماعيه بشكل طبيعي. هو النهارده هينضم للتدريب. اما عن الغيابات اللي هتكون موجوده في المباراه المقبله ان شاء الله امام الاتصالات، هو كابتن محمد ابو النصر هيغيب بسبب تمزق في العضله الضامنه، بنتمنى له طبعا كل الشفاء العاجل ان شاء الله. من كره السله رجال لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم، تدريبهم النهارده 6 مساء على صاله الشهداء استعدادا ايضا لمبارياتهم مع جزيره الورد في منافسات الدوري المرتبط. المباراه هتبقى يوم السبت القادم ان شاء الله. وحابه كمان اطمنك يا كريم على كابتن سوريا محمد، طبعا كيلوباترا كره السله المصريه، هي اول امس اجريت عمليه الرباط الصليبي بنجاح، نتمنى لها طبعا الشفاء العاجل وان هي ترجع الملاعب باحسن شكل ممكن وفي اقرب فتره ممكنه. الفريق طبعا كان خسر مباراة سوبر اللي فات مع سبورتينج، لكن كابتن علي هاشم بيحاول يستعيد قوة الفريق بأكتر أو بأقصى شكل ممكن بأن هو يقدر عناصر الفريق مكتملة طبعا إلا كابتن سوريا. إن شاء الله أن هو المباريات القادمة سواء دوري مرتبط أو غيره إن شاء الله يكون هو المركز الأول. وإلى فتيات الذهب طبعا كرة الطائرة سيدات بقيادة كابتن حمدي الصافي، تدريبهم النهاردة الساعة 6 مساء أيضا على صالة الشهداء استعدادا للموسم الجديد. أما عن شباب 17 سنة كرة الطائرة، مباراتهم النهاردة عندهم يا كريم مباراة مهمة جدا النهاردة مع فريق هلوليدو في بطولة منطقة القاهرة الساعة 7:30 مساء. المباراة دي هتتلعب إن شاء الله النهاردة على صالة الأهلي، بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أما عن كرة اليد رجال بقيادة كابتن طارق محروس طبعا، هم بيستكملوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا النهاردة الساعة 4 مساء، بس الدوليين طبعا مش موجودين في الفريق، لكن كابتن طارق محروس حريص جدا ان هو يخلي الفريق كامل او جاهز بشكل جيد جدا علشان لما يرجع الدوليين من معسكر المنتخب الوطني طبعا يبقى الفريق كاملة جاهز لخوض كل مباريات اللي جاية. عايز اقولك كمان يا كريم ان كابتن طارق مش بس بيعد فرقته بشكل قوي جدا بس بالتدريبات والتاكتكس والمهارات، لا كمان هو حريص جدا انه في ان يدخل معسكرات مغلقه اخرهم كان في اسكندريه، وان هو يلعب كمان وياكد على يعني على التاكتكس او الخطط الدفاعيه اللي هو بيمرنهم عليها طول الوقت. كان في كمان مباراه وديه مع سموحه، كانت دي اخر مباراه وديه في المعسكر المغلق باسكندريه، اتلعبت على ملعب سموحه. المباراه دي عايز اقول لك ان هي خلصت 3-0، ده طبعا يطمنا ان الفريق ان شاء الله يكون على اتم استعداد لخوض باقي المباريات بتاعه الموسم ان شاء الله الجديد. لكن عايزه اقول لك ان كابتن او اللاعب احمد عادل هو لسه بيستكمل برنامج العلاج الطبيعي في ظل اصابته بوتر اكيلس، بنتمنى له ان شاء الله في اسرع وقت ممكن يكون ينضم للفريق وللتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا. واخيرا اخر خبر من النشاط الرياضي معانا النهارده هو خاص بكره اليد سيدات بقياده كابتن يحيى يوسف، تدريب النهارده الفريق الساعه 6 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل
استعدادا ايضا لمباريات بطوله منطقه القاهره مع نادي المعادي يوم السبت القادم. يعني احب اقول لك ان الجمعه والسبت اللي جايين النادي الاهلي هيشهد كثير من البطولات، كثير من المباريات ان شاء الله كلها تبقى او تتوج بفوز النادي الاهلي، ونشوف ان شاء الله نهايه اسبوع جيد جدا. ده كان حصاد اليوم الرياضي النهارده او النشاط الرياضي كله من مقر النادي الاهلي بالجزيره. نتمنى الفوز كله والتوفيق لكل فرقنا الرياضيه. عوده مره اخرى تاني ليك للاستوديو يا كريم، شكرا. يسمع من بقك ربنا على الدعوتين الحلوين اللي ختمت بيهم هذا التقرير. جزيل الشكر لزميلتنا العزيزه منى ابراهيم على هذه التغطيه الشامله والوافيه.